السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف الأول الإعدادي ترم أول، تعالوا مع بعض نحل الصفحات. إن أصدقاء القناة طلبوها مننا، تعالوا نشوف هنحل مع بعض صفحات كام. أول حاجة هنحل مع بعض page 38 و page 39. تعالوا مع بعض نسمي الله كده، هي طبعا على unit 1، هنسمي الله مع بعض ونبدأ نحل مع بعض الأسئلة، وهنوضح لكم كمان الإجابات. بس بذكركم اللي انتم معاكم الإنجليزي أسهل مع مس سارة سامي، اللي لسه ما انضمش للقناة بتاعتنا ينضم ليها عن طريق الضغط على الزرار الأحمر سبسكرايب، وكمان تفعيل رمز الجرس عشان يوصلكم الجديد بتاعنا. وبالنسبة لصفحتنا على الفيسبوك الإنجليزي أسهل مع مس سارة سامي، متابعة وإعجاب بالصفحة، والإنستجرام سارة سامي 825. نسمي الله مع بعض. اول سؤال عندنا طبعا ده يونت 1، بنتكلم على language exercises، دي على lessons 3 and 4. طيب تعال نشوف بيقول ايه. بيقول show the correct answer from A, B, C or D. اول حاجة he likes swimming، هو يحب السباحة. اخدنا likes ليه؟ اللي اخرها اس، لان ده بيجي مع he و she و it، دائما الفعل اس المفرد عشان يعبر على انه مفرد. طيب هند نقط live with her uncle، يبقى هند مالها doesn't. ليه؟ لأن هند بتساوي الضمير الفاعل she بياخد does. طيب عندنا بعد كده النقط نبيلز sister play tennis، يبقى does. ليه does؟ لأن نبيلز sister بتساوي برضو ضمير الفاعل she. بعد كده عندنا number 4 تامر and his sister. تامر and his sister ده يعتبر جمع، فيعمل ايه؟ الفاعل يجي مع من غير اس المفرد، فناخد wash the family car، غسل سيارة العائلة. number 5 we always go، لأن we جمع يبقى تاخد go ما فيهوش اس المفرد. to work on time، بنذهب للعمل في الميعاد المحدد. she feels safe، بتشعر بالأمان when her dad is at home، لما يكون والدها في المنزل. قلنا هنا فيها اس المفرد عشان ضمير الفاعل she. number 7 نقط Sarah like chicken، يبقى does Sarah، لأن Sarah ضمير فاعل she يحل محله فتاخد does. بعد كده عندي number 8 I don't play the piano very often. طيب هنا لان اي هنا بتعمل زي الجمع، معاملة الجمع، فتاخد don't. طبعا بتاخد do بس هنا في الجملة هي منفية فبقت don't play. number 9 he never swims، اس المفرد عشان هنا هي in the lake. بعد كده السؤال اللي بعده read and correct the underlined words، اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خط. I doesn't listen to music، انا بسمعش الموسيقى. I طبعا تاخد، انا سمع الشاطرين اهو بيقولوا don't، تبقى don't. I don't listen to music. number 2 does you play chess، تبقى do you play chess. number 3 Nadia هتبقى doesn't like playing tennis. number 4 علي's mother have a baby girl called Salma، هتبقى ايه؟ علي's mother has a baby girl called Salma، قلنا هتاخد has لان والدة علي يعني بتعامل معاملة she فتاخد has. طيب do your friend play football on Mondays، هتبقى does your friend play football on Mondays. You do speak English، هتبقى طبعا ده سؤال، يبقى هي بادئ ب بدأت استفهام أو فعل مساعد. الفعل المساعد هيبقى عندي do، يبقى do you speak English. آخر واحدة عندنا does your father at home، هتبقى is your father at home، هل والدك يكون في المنزل. طيب عندنا هنا is هي اللي تيجي مع your father. طيب تعالوا نشوف بقى page 39. page 39 بتتكلم على speaking exercise complete the following dialogue، اكمل الحوار التالي. الحوار ما بين احمد وسمير. احمد بيقول hello سمير، اهلا يا سمير. سمير بيرد يقول له hello احمد، اهلا يا احمد. احمد بيقول له حاجة ام قال له you like playing sports، قال له yes I do. يبقى السؤال بدام قال لي في الاجابة yes I do، يبقى كان بادئ بفعل مساعد عشان كده الاجابة عليه بيس او نو no.
وكاتب لي I do، يبقى كان السؤال بدو do you like playing sports. بعد كده أحمد قال له what's your a sport، قال له my favorite sport، يبقى كان بيقوله what's your favorite sport. طيب أحمد بيقول where do you play football أو where do you play it، قال له I always play it in the club، في النادي. أحمد بعد كده قال له when do you usually play football، انت عادة اين متى انت بتلعبها، قال له on Fridays، في ايام الجمعة. بكده خلصنا مع بعض اللي انتوا طلبتوه مننا، بيج 38 وبيج 39. تعالوا مع بعض نبص كده على الاجابات من غير بعد التوضيح بقى، خلاص هسيبكم مع الاجابات. lessons 3 and 4 general exercises، في فيديو معمول عليهم كامل بالشرح بالتوضيح بتاعهم، والباراجراف كمان نازل معاهم في الفيديو بالاجابات، بس ده كده على السريع للي ما كانش شاف الفيديو، واللي عايز يعرف الاجابات في الباراجراف بيرجع تاني للفيديو موجود في قائمة التشغيل، هتختاروا اولى اعدادي ترم اول منهج جديد هتلاقوا الباراجرافات موجودة فيه.